السلام عليكم. يا مرحبا غالي، الله حيك. علومك مساك طيبين، عسى الله يحفظني وياك. بس فيه امر ودنا نفيد فيه، يعني عسى الله ينفع فيني يا رب، يجعلنا هداة المهتدين غير الضالين والمضلين، اللهم امين يا رب العالمين. والامر هو اني الحين انا دخلت كثير من يختلف فيها الامر هذا، يعني كيف يصحح هذه المعلومه عسى الله ينفع فينا. اللي هو لو دخلت الحين انا المسجد ولقيت الامام راكع، مو تو راكع، لا لقيت راكع، اجي اكبر بعض. انا تناقشتي مع كم واحد اول، والله يمكن قبل سنه ناس بالضبط، يقول لا لازم تكبر، لازم هذا يعني واجب انك تكبر تكبيرتين، تكبيرة الحرام وتكبيرة النقل، يعني الانتقال من الى الركوع واجب. هذا قلت له نبي دليل، الواجب هو شنو؟ تكبيرة الحرام. انا ممكن ادش الحين اجي القى الامام شنو راكع، اكبر تكبير ولا على ما كبر الثاني، ولا الامام رافع من الركوع وتروح عليك الركعه. بعض الناس من يدش يركض ركض، هذا امر يعني ما هو وارد، لازم انك يعني تجي راكد على الراحه، حتى لو تطوف الركعه سهلات. ولكن انا جيت الحين والامور طيبه، امشي على راحتي، والامام سمع بعض الائمه يعني عسى الله يحفظهم، لا سمع صوت خطوات احد دخل فتح الباب ودخل من هذا، ينطر لين يجي. فانت شو تسوي؟ تكبر تكبيره الاولى اذا في مجال، شفت الامام توه راكع كبر تكبيرتين، تكبيره الحرام وتكبير الانتقال يعني الى الركوع. أمة ما تدري عن الإمام، لا كبر تكبيرة واحدة اللي هي الواجب تكبيرة الإحرام. لأن لو أني، والدليل شنو؟ لو أني ما كبرت من بداية الصلاة، كبرت تكبيرة الإحرام وقال أصلي مع الإمام وما كبرت للركوع، هل تبطل صلاتي؟ لا ما تبطل صلاتك بإذن الله. يعني الأصل هي تكبيرة الإحرام هي الواجبة. أما باقي التكبيرات كلها سنة عن النبي عليه السلام، التكبيرات اللي هي واردة، وفي اختلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولك أربع تكبيرات، خلنا نفيدكم بهذه بإذن الله. بعض العلماء يقولك لا، يعني أكثر من أربع تكبيرات. تكبيرة الإحرام واحد، تكبيرة الركوع اثنين، الرفع من الركوع ثلاثة، والتشهد الأول أربعة. هذه أربعة، يعني أربع تكبيرات بالصلاة عامة. في بعض من العلماء يقول لا سجدت تكبر، وهذا في اختلاف، ولكن ما يبطل شنو الصلاة. ركزوا، الواجب تكبيرة الإحرام فقط. لو ما تسويها كلها ترى عادي، ما تكبر عادي، ولكن لا اتبعت السنة تؤجر بإذن الله والأمور طيبة. ولكن احنا نسولف على الواجب، على الأمر اللي يكون مستحب وسنة، ولو تركه ما يبطل الصلاة، الأمور كلها تركها ما يبطل الصلاة، هذا القصد. وتكبيرة واحدة لا جيت على الركوع ترى ما في أي مشكلة بإذن الله. عسى الله يوفقني وياكم ويسلمكم.